برضو احنا معاكم في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، بنبارك لفريق 2006 اللي حصد البطوله رسميا في المباراه قبل الاخيره، يعني في المباراه قبل الاخيره امام وادي دجله. اهلي 2006 يتوج ببطوله الجمهوريه بعد الفوز على وادي دجله بثلاثيه نظيفه. في الجوله قبل الاخيره خسر فريق المقاولين اللي كان بينافس النادي الاهلي، خسر من انبي في ملعب انبي 2-1. فبخساره المقاولين وفوز النادي الاهلي كده بنقول الف مليون مبروك لفريق 2006 والكابتن سامر عبد الرحمن اللي عمل شغل هايل مع فريق 2006. وهنا زعنا مباريات كتير للفريق ده، فريق محترم، فريق عنده عناصر في منتخب مصر، جيل صاعد واعد، وبنقول لهم الف مليون مبروك. الف مليون مبروك يا كابتن سامر. طيب هنجيب دلوقتي الكابتن سامر هيكون معانا على الهوا اللي احنا بنبارك له. يعني 2006 زعنا ليهم مباريات كتير هنا، اهلي وزمالك، المباراه الاخيره اللي احنا زعناها شفنا ما شاء الله عناصر واعده، عمر سيد معوض، شفنا التوأم حسام وعادل، شفنا احمد عبدين ما شاء الله مدافع صاعد واعد، شفنا عمر كامل حارس مرمى كبير. والجيل ده زي ما احنا بنتكلم يعني عندنا يعني عناصر كبيره في حراسه المرمى، شفنا عمار وليد، يعني شفنا اسلام يوسف، شفنا عمر هشام، يعني لعيبه كتير في 2006 ما شاء الله مميزه. الف مبروك يا كابتن سامر، وبطوله كانت صعبه لكن كنتوا اداء ودود واداء رائع على مدار البطوله. الله يبارك فيك يا كابتن اسامه، وبشكرك طبعا على دعمك طول الموسم، وطبعا متابعينا على طول وبتديوا ماتشات كتير، ودي كانت حاجه كويسه جدا للقطاع الناشئين وحافز للاعبين ان يأدوا اكتر ما عندهم، عشان طبعا بتبقى حافز بيبانوا في التلفزيون وبيطلعوا في طبعا المنتخبات وكل الناس بتتفرج عليهم، فطبعا ده حافز مهم جدا جدا جدا. اذاعه الماتشات دي حاجه مهمه للناشئين في السن الصغير. بعد المباراه الاخيره كانت المباراه قبل الاخيره ليكم قبل انتهاء الدوري امام وادي دجله، كسبتوا 3، المقاولين اللي بينافس خسر 2 من انبي. بعد الفوز وخساره المقاولين كده حسمتوا اللقب بصفه نهائيه. لا هو طبعا يا كابتن اسامه بخلاف الفوز بالبطوله اللي انت طبعا موجود في النادي الاهلي، ودي طبعا من سمات النادي الاهلي الفوز بكل بطولات الناشئين، قدرنا كمان ان احنا نحاول نفرض شخصيه لاعب النادي الاهلي، نحاول نعلم اللعيبه روح النادي الاهلي والبطولات واللعب على المكسب بصفه دائمه. عملنا لعيبه مميزين جدا جدا جدا، لعيبه كثيره اتطورت، عندنا هدافين مش هداف واحد غير، بخلاف ان احنا عندنا هداف الدوري، لعيبه كتير جدا احرزت فوق ال 10 اهداف، ودي حاجه مهمه جدا جدا. عندنا عمار وليد احرز 13 هدف، عمر سيد معوض 13 هدف، ابراهيم عادل 14 هدف، يعني في مجموعه كبيره جدا جدا الاهداف، احرزنا كميه اهداف كبيره جدا. اللعب الهجومي تعودوا على اللعب الهجومي، احرزنا عندنا عناصر مميزه جدا جدا جدا، قدرنا ان احنا نفرض شخصيتنا من اول الموسم، بنحاول نصنع شخصية لاعب مناسب للفريق الأول للنادي الأهلي، ودي كانت أهم من الفوز بالبطولة. ما شاء الله الفريق 2006 فريق مليء بالمواهب، وإحنا هنا بنذيع كل جماهير النادي الأهلي بدأت تحفظ أسماء اللعيبة. وكمان وكمان الفرقة دي ما شاء الله ليها منتخب مصر، وعندنا عدد كبير كمان من لاعبي النادي الأهلي في منتخب مصر. كلامك صح يا كابتن أسامة، عندنا 7 لاعبين في منتخب مصر، وإن شاء الله إن شاء الله ممكن يكونوا في زيادة، لأن عندنا الكابتن محمد وهبه المدير الفني لمنتخب مصر تابع مباريات كثيره جدا الفتره الاخيره لفريقنا 2006، ما شاء الله عليهم بيلفوا وبيتابعوا كل المباريات، اعتقد ان العدد مرشح للزياده الفتره اللي جايه، لان في ختام الموسم وفي المرحله المهمه جدا من الموسم تالق عدد كبير جدا من اللاعبين اللي ما كانوش منضمين اساسا للمنتخب، فاعتقد هيكون في فرصه ان العدد يزيد عن 7 لاعبين، ودي حاجه طبعا من سمات النادي الاهلي، واتمنى كمان ان يقدروا يحافظوا على مكانهم ويقدروا يعملوا حاجه لمنتخب مصر الفتره اللي جايه. يعني ان شاء الله اصعب مباراه في البطوله؟ كل المباريات صعبه يا كابتن اسامه، ان احنا بنلعب على الفوز من اول الدوري، واعتقد بالنسبه لحسم البطوله كان ممكن تحسم البطوله من بدري شويه، لان احنا زي ما انت عارف يا كابتن اسامه لغوا مباراه نادي الاتحاد، واشوف ان ده حاجه اجراء اشوف فيها ظلم ليكوا. لان شالوا مننا 3 نقط وخمس اهداف طبعا. الاحصائيات والارقام بتبقى مهمه جدا في اخر الدوري. فلما يتسحب منك 3 نقاط، المنافس نادي المقاولين كان متعادل مع الاتحاد فشالوا منه نقطه واحده، احنا اتاخد مننا 3 نقاط، كنا ممكن نحسم البطوله من بدري شويه. طبعا دي كانت اشوف ان المفروض يغيروا شويه اللوائح في النقطه دي، لان النقطه بتبقى بتيجي على فرق على حساب الفرق الاخرى يعني.
الحمد لله قدرنا نعمل موسم مميز جدا جدا جدا. واجهنا صعوبات كتيره، في اصابات في اول الدوري، فتره حسم الدوري كان فيها امتحانات شغاله لغايه دلوقتي، فطبعا دي بتاثر على اللعيبه جدا، لان طبعا انت مطالب، انت عندك لعيبه من محافظات مختلفه بيبقى عنده امتحان الصبح طبعا ويجي لك التمرين، يوصل اخرنا تعبان. معاد التمرين الساعه 5، ويخرجوا من امتحانات على التمرين ومن امتحانات على ماتشات، فكان يعني فتره صعبه جدا جدا على اللعيبه. بشكرهم، أدوا موسم مميز إن شاء الله، وربنا يكلل مجهودهم بالبطولة. أتمنى إن اللعيبة دي تكمل على نفس المستوى، يكونوا نوال لعيب فريق أول نادي أهلي مميز إن شاء الله. واحنا زي ما معودينكم قريب ان شاء الله هنعمل لكم احتفاليه كبيره هنا يعني بمناسبه ان فريق 2006 حصل على بطوله الدوري. كل سنه ما شاء الله 2006 بياخد الدوري، فالسنه ان شاء الله هنعمل لكم احتفاليه عن قريب يا كابتن سليم.